سعيد عمي عم يدق لي، شو بدي اقول له هلا؟ ليش خايفة لا تردي عليه؟ ما بيكفي دق سامي وما ردينا؟ والله ما بيهون علي بعمي، بطمنه انه نحن مناح وبسكر. حبيبتي والله انا خايف ياسر عليكي، اكيد رح يحاولوا يقنعونا لحتى نرجع لعندهم. والله سعيد ما رح طول وعد، بس خليني رد وطمنوا علينا. يعني شو رح يغيروا هالكلمتين؟ وبعدين نحن شو اتفقنا سوزان؟ مو قلنا انه ما رح نرد عليهم ليهدى الوضع؟ حبيبتي كرمال بدي توثقي فيني وتعملي يلي بقلك عليه، ماشي؟ يلا تعي. يعني ما بدنا نخلص بقى ونرتاح؟ روق، مين على التليفون؟ شاهي. هي كمان ما بدك ترد عليها؟ خلص طيب رح رد عليها، هي ما بتأذينا بحياتها أساسا، هي بدها مصلحتنا. يلا شو ناطر؟ ألو، ليكي من أولها، لا تقليلي وينكن وإمتى رح ترجعوا، لازم ترجعوا. واصحك تقليلي أبوك مشغول باله عليكم، لأنه وقتها مضطر إني سكر التليفون، اتفقنا؟ شوف أنا ما عاد دخلني بشي سعيد، أنت وسوزان بتعملوا اللي بدكن إياه. بصراحة حكيتك لحتى أسألك شغلة عن أخوك، بس بدك توعدني تحكي لي الحقيقة. خير شو صاير معك؟ باين على صوتك تعبانة، بس ما يكون حدا صاير له شي. مشان الشي اللي حكيته بالعرس اللي بيخص سامي، بتمنى منك إنك تحكي لي بصراحة. اسمع اصحك ما تجاوبني، لانه ساعتها رح ازعل منك. سعيد شوفي ليكون عمي صاير له شي. سامي بحب سوزان بنت عمك، سعيد احكي جاوبني بترشاك، سامي بحبها لسوزان ما؟ شوفي منحكي بعدين، ماشي؟ أساساً هلأ أنت متضايقة شاهي لكي، وقتها ما بعرف كيف حكيت هالحكي، لا تفكري بالكلام يلي قلته. لك سعيد فهمني شو القصة، ليش لا تكون شاي ناز متضايقة؟ بس ما يكون صاير شي مع سامي. اسمعي شو بدي قلك، هلأ كل شي رح يتغير، فهمتي؟ صدقيني كلنا حنكون مبسوطين، كل شي حيتغير. نكون مبسوطين. بتعرف خليل كيف صار وضعه؟ شاهي شو بدنا بخليل هلا؟ طيب بتعرف شو صار معه؟ شو صار معه؟ بس ما يكون انتحر لما خاب أمله. شو؟ مين انتحر؟ اللي مين يلي انتحر؟ سعيد ليش ما عم تجاوبني؟ بس ثانية سوزان طولي بالك شوي. لا بس انطعم. كيف يعني انطعم؟ لك مين يلي انطعم؟ انت طعمته سعيد. لك شاهيناز انت شو عم تحكي؟ انا ما شفت وشه لخليل بالمرة. انا ما عاد دخلني بحدا، خلص رح بعد مثل ما كل الناس بعادوا عني، تعبت وما عاد اتحمل مصايب. ايه مثل ما بدك. وكيف وضعه هلا؟ سامي عم يدور عليكم هلا، والشرطة ديروا بالكم على حالكم. مشان الله ليش يدوروا علينا؟ نحن شو عاملين؟ ليش قليلي؟ سعيد احكي لي شو القصة، مين عم يدور علينا؟ انتبه على حالك سعيد، احتمال ما عاد نشوف بعض مرة تانية. ليش لحتى ما عاد نشوف بعض بقى؟ فترة قصيرة وبنرجع أنا وسوزان على البيت. بس المفروض اترك البيت، هالبيت كان بيتي وانت كنت أخي وكنت لإلك أم. شاهي كأنه عم تبكي؟ صاير شي عندكن احكي، فهميني شو الموضوع. أنا مسامحتك على كل شي سعيد، سامحني أنت. إيه شاهي شغلتي لي بالي، مشان الله فهميني شو القصة، قولي شو صاير معكن.
أنا وسامي رح نترك بعض. سعيد شبههم مفكرين إنه أنا اللي طعنته. مو أنت يلي طعنته معه؟ لك أنت جنتي، ليش لحتى أعمل هيك شي؟ أساساً أنا كل الوقت كنت معي. بعد ما صار في دفع مصاري حياتها ما رح ترجع. لا تجنني ماجد، ما بيكفي جبرتني أقول إنه الولد مريض لنرجعها لعنا؟ لك في حدا بيهون عليه يحكي عن ابنه هذا الحكي وهو ما في شي؟ يعني كنتي عم تكذبي علي؟ لك كيف إجي هيك من قلبكم؟ تتفقوا وتكذبوا علي؟ مو هيك يا أمي، أكيد أنت سمعتي غلط، بس كنت عم أحكي له شو شفت بمنامي. طلعي بعيوني، طلعي بعيوني إذا كنتي عم تكذبي. أوف، طيب خلاص نحن كنا عم نكذب، أحمد ما فيه شي بنوب. ولك أنتوا ما بتستحوا ما؟ طيب شلون إجا من قلبكم تحكوا عن حفيدي هيك؟ عم تسألي ليش هيك حكينا؟ طيب مو انتي أصريتي نيجي على هذا المشفى؟ خدي شوفي هاي الفاتورة، مسكي مرت عمي. ليش لحتى تورجيني الفاتورة إلي؟ روح قول لأمك تبيع أملاكها وتيجي تسدد الفاتورة. وليش لا تدفعها أمي؟ مو انتي اللي أصريتي نيجي لهون على هذا المشفى؟ حبيبتي ذكرية لأمك كم مرة قلت لها مشان ناخدك على مشفى حكومي؟ مو أحسن من هاد بالله؟ يلي ما بيسمع كلامي هيك بتجي فاتورته. ليكي أمي لا تفهمينا غلط، ماجد قصده شو بتفرق المشافي الخاصة عن باقي المشافي الحكومية؟ حلو كتير، يعني أنا اللي طلعت غلطانة مو هيك؟ اسمعوا لا، ما بيكفي قبل ما تكتب الكتاب خليت البنت تحبال، وبعد عملتك السودة تهربت من كتب الكتاب، ولسه انت طالع علينا بالعالي وقاعد بلا شغل. حلو والله، وما تضي لي اياها عم تتصفى بالحيطان. وعلى قد ما زعلتها للبنت خليتها تجي على المستشفى وتولد قبل بوقتها، وعامل حالك مالك خبر، وبالاخير بتجيب الفاتوره وبتخلي حماتك تدفعها. ما حذرتوا ولا تتوقعوا مني اني ادفع عنكم قرش واحد ابدا. شو هالمسخره؟ هلا بتنزل لتحت وبتدفع للمستشفى الفاتورة، عتفهم؟ أمي لوين رايحة؟ استني لحظة. شكرا والعياط. عجبك؟ لك وبعدين؟ شوف هلا أهل أمي في عندهم بيت صغير، وبهي الفترة بيكون فاضي. روحوا لهنيك، بالقارب 10 دقايق وبتوصلوا. شو ناطر يلا؟ بس في شغلة صغيرة بدي أقول لك إياها، إنه البيت تعبان شوي من جوا. لك أخي مو مشكلة، كيف ما كان يكون، نحن بدنا إياه فترة قصيرة. لازم نروح بالقارب ما هيك؟ إيه. بس ما يكون ناقصه اغراض. بصراحة يا سعيد ما بعرف، أنا علي احكي لك مع الناطور خليه يعطيك المفتاح وأنت دبر حالك. شكرا كثير أغياد، عن جد أنت شهم. انتبه على حالك. وأنتو كمان أغياد، إذا سألك سامي عني ما تقول شيء. ما شفت وشي تمام؟ ما رح أحكي له أكيد، بس بصراحة سامي ما منعرف شو ممكن يطلع معه. تتذكر شو عمل من فترة؟ هلأ المهم أنت ما تحكي له شيء، إيه؟ وخليك هادي وأنت عم تجاوبه. هو أصحك تغلط بشي كلمة، ماشي؟ روحي فيقي سوزان وخبريها أنه خطيبها صار منيح منشان تطمن. خليكي أنا فيقة. بس سوزان مو بغرفتها أساساً. خليل ما عاد خطيبة. لك شو يعني شو عم تقولي أنتي؟ شلون خليل ما عاد خطيبها؟ وشلون ما أنا بغرفتها؟ الظاهر أنت مالك عارفان شو الموضوع. هاي سوزان قبل ما تعرف شو صار مع خليل وإنه انطعنوا حملت حالة وراحت. بصراحة ما بعرف شو صار معهم بالضبط. شاهيناز بتحكي لك كل شي. شاهيناز؟ ليش طابة شنطايتك؟ منشان الله فهموني شو عم يصير بهالبيت. بدي روح بابا. أنا وسامي رح نترك بعض. قولي عليكي شلون عم تتمسكني، الله لا يردك. عذروني إذا أسأت بشي وسامحوني. لك شو هالحكي يا بنتي؟ لأنه هاد قرار سامي الأخير.
وقت كنا بالعرس اجا قدام كل الناس ورمالي الخاتم بخلقتي. شو القصة؟ انتو كنتوا عايشين وما احلاكم، شو صار لحتى بدكم تنفصلوا؟ شو السبب؟ ها؟ ما فيني يحكي اكتر من هيك عمي، بعدين سامي بيحكي لك. تركي لي هالشنتاي وما رح تطلعي، وما بدي اياكم تجيبوا سيرة الطلاق بنوب. يا ريت كانت الشغلة بايدي عمو. لا بايدك، بعيلتنا ما صار في طلاق ابدا وانا ما بسمح له، وسامي بيكون معصب من شان هيك كان بده يطلق. بوس ايدك بكفي، قلبي انكسر. يا بنتي اعطي فرصة لسامي. أعزائنا المشاهدين، سنقوم بتغطية خبر محاولة قتل العريس خليل جانداش خلال حفل زفافه. هات من ايدك، شو عم تعمل؟ اسطنبول وانتهى بكارثة شبك. شو صار لك؟ معظم وسائل الإعلام، حيث تعرض العريس للطعن بالسكين، ولكن حالته مستقرة الآن حسب معلومات من المشفى الذي نقل إليه. السيد خليل جانداش الذي تم طعنه يعمل في إدارة شركات أحمد تونجا، لذلك هناك آراء متضاربة حول ما حصل، ولم نتأكد بعد ما إذا كانت الحادثة بسبب خلاف شخصي مع الفاعل أم أن الحادثة سببها منافسين في العمل. وحسب الإفادة التي قدمها للشرطة أنه سيدلو بشهادته بعد إجراء العملية، وسيذكر اسم الشخص الذي قام بطعنه خلال الحفل. وننوه للسادة المشاهدين إلى أن هذا الحفل حضره شخصيات ذات وزن في الدولة ومن جميع فئات الشعب. إذا فتحت تمه بكلمة رح تروح فيها يا فياض، وشبابك رح يضيع بالحبس. أخوك هو اللي ضرب سهرك؟ ليك آسف إذا حكيت بهي الطريقة، بس من كلامك هذا الشيء اللي المفروض أفهمه. مو هو، بس أنا خايف إنه الشرطة هيك يفكروا. إيه؟ المهم توفيق، سعيد وضعه كتير بخوف، وأنا بدي إياك تساعد، ضروري لاقيهم قبل ما تلاقيهم الشرطة. بردون. أهلين بابا. بابا في مجال نحكي بعدين؟ طيب طيب بعد شوي راجع. أي توفيق، شوف لقلك القانون ما لازم نتخطى، عم تفهم؟ ومستحيل بحياتي فكر اني ازيلك شغلك. اذا سعيد متورط بهالقصة وقت صدقني بايدي رح سلمه للشرطة، بس لازم اني شوفه قبل ما يوصلوا للشرطة. عم تفهمني مو سعيد؟ طيب ليش ما عم نروح لعند الشرطة ومنحكي له؟ ما رح يصدقونا. اسمع، بابا كان يقول لي قد ما حاول الانسان انه يخفي الحقيقة بالنهاية إلا ما يجي يوم ويوضح كل شيء. يمكن معك حق حبيبتي، بس لوقتها شو بعمل طيب؟ رح انحبس. مستحيل، ما رح يتركوك بالحبس، ما في شيء تخاف منه. من هلأ ليطلع القاتل الحقيقي لازم ما حدا يعرف وين أنا، ما ضل قدامنا أي شيء نعمله. طيب مساء الخير أخي. مساء النور. القارب إمتى جاي؟ بكرة 8 الصبح. بكرة 8 الصبح؟ وتبع المساء إمتى راح؟ تغيروا كل المواعيد، يا ريتك سألت عن المواعيد قبل ما تجي. بس لحظة، هنن قالولنا أنه في المساء، مشان الله نحن لازم نطلع بأي طريقة. والله ما فينا نعمل شيء استاذ. سوزان منيحة بابا، أنا حكيت معها، هي راحت لعند صفاء وقالت بدها تبقى عندها. طالما نحن موجودين ليش لا تتصرف من حالها وتروح؟ بعد الشيء اللي صار معها اليوم ما بعرف شبها. شاهيناز حكت لي شو صار بخصوص موضوع طلاقكم، هذا الحكي مزبوط؟ مزبوط بابا.
بعد ما سمعته صار فيني امشي. انا لسه ما خلصت كلامي. لك ابني بعد عشرة كل هالسنين مع بعض معقول بدكم تنهوا حياتكم بهالسهولة؟ وقت نحن ما نتفهم هالقرار بيكون مناسب. هاد اسمه خراب بيت يا سامي، حرام. اتركه على راحته، خلص عمي، هو اخذ قراره. وهيك وقت اللي بترميل هالخاتم ما بيكون طلاق، بيكون ولدنة. ابتعدوا بتحلوا لي هالمشكلة. طول عمركم عايشين مبسوطين، شو يلي تغير؟ شو يلي بدنا نحله بابا؟ لا، ما رح اسمح لكم تتطلقوا طالما انا موجود. رح تقعدوا وتحلوا الخلاف، ضروري انكم تتناقشوا منشان تحموا عيلتكم. سامي عم تفهم؟ موضوع الطلاق بتنسوه. يا ربي كل ما عم بخلص من قصة بتطلع لي قصة اكبر. لك انتو ما انكم صغار، حطوا عقلكم براسكم. الرمال هالخاتم قال الشغلة لعبة ولاد صغار. ما يعني ما لقيتي غير هذا اليوم لحتى تحكي له هالموضوع؟ ما كان قدامي خيار تاني. كيف بدك ياني ضل عايشة مع شخص صار لي معه سنين من أول مشكلة رمالي الخاتم؟ ما حبيت روح قبل ما استسمح من عمي. مو أنت عم تشوفني إنه غلطانة؟ القرار يلي أخدته صح؟ هل ارتاح ضميرك سامي؟ مالي ندمان على قراري ابدا، وما رح اتراجع بنوب. اذا مفكر رح اترجاك لتغير رايك معناتها انت لهلا ما بتعرفني. لا تدور على سوزان عمي. شهيناز هربوا. هي وسعيد هربوا سوا. شهيناز شو عم بتخبصي؟ يعني لأمتى بدك تخبي؟ هربت هي وسعيد؟ سوزان وسعيد من زمان بيحبوا بعض، ومشان هيك هربوا سوا. مستحيل، لا أكيد في شي غلط. سوزان بنت عمه لسعيد، يعني مثل أخته البنت. إن شاء الله مبسوطة بعملتك. لو ربيانين سوا كانت صارت مثل أخته. هلأ حقهم يحبوا بعض. أنا ما حسبت هالحساب لما جبت بنت صبية على البيت. أنا كنت سبب هالشي اللي عم يصير. لا تلوم حالك بابا، هذا مو ذنبك انت، وسوزان ما فيكن تلوموها. هذا كلياته من طيش سعيد، ومن اليوم ما عاد مرق له اي شغله بدون حساب. شو ما عمل كنا نقول ولد ونمرق، واخر شيء الضحك على عقل هالمسكينه. كل شيء عملته سوزان عملته بكامل رغبتها، وهي قالت لي انها بتحبه لسعيد من زمان، وانت بتعرف شو طريقة تفكيرها، بس هالشي ما بدك تقوله. ما في داعي تحكي هذا الحكي يا شهيناز. اتنيناتهم ما بيحبوا بعضهم، عم تفهمي؟ زوقي. طيب عمي نحن صار لازم نمشي. خذوا راحتكم يا ابني، لسه بدنا نطلع بالقارب على أفشي. طالعين على أفشي؟ ايه حجزنا بوتين. امتى؟ بعد شوي. بس يا ابني بهذا الوقت ما في قوارب، آخر قارب راح العصر من هون. شو عم تحكي؟ نحن كنا حاجزين، ليش تغيرت المواعيد؟ غيرون. يا الله، بدنا نتغلظ عليك عمي، في مجال توصلنا لهنيك إذا ما عندك شيء؟ بدك تروح بهالوقت؟ المنطقة بعيدة ودايما بالليل بيصير في هواء قوي كتير، يعني بهالجو القارب ما راح يتحمل. شو عم تحكي انت عمي؟ ليك القوارب ما عم تتحرك من مكانها. ايه طبعا، لانه انت بالمينا ما رح تحس بالهواء، بس بنص البحر بيكون اقوى. لو سمحت عمي نحن موعدين رفقاتنا ولازم نمشي. صدقني ما بقدر، انا برأيي خليكن الليلة هون، هيك أأمن للكل، وبكرة الصبح بتروحوا بالقارب وبتصلوا بخير وسلامة. ماشي عمي، مثل ما بدك، رح نعمل اللي بتشوفه.
مضطرين نبقى بالأوتيل، والصبح بكين نطلع. ماشي يا ابني، على راحتكم. طيب عمي، عن إذنك. تشرفت بمعرفة. أهلين يا بنتي. يلا شاهي. شاهيناز، لا تكوني، لا يا ربي دخيلك. سعيد، لوين رايح؟ بدنا نستعير القارب تبعه. بس انت ما اخذت اذن. ما رح اخذ اذنه. يلا اطلعي. ليش بتعرف تستخدمه؟ طبعا بعرف. انت مو بتثقي فيني؟ انا بوثق فيك. تعي سعيد، لوين بدنا نروح؟ حياتي لوين ما بدك نروح. برأيك رح نلاقي شي جزيرة؟ طمني انت، الا ما نلاقي. لا تاكليها، بس الشغلة بدها شوية وقت، لازم تطولي بالك. ايه انت منيحة؟ ليه كأنه عم نقرب كتير على الصخور؟ لازم نمشي جنبهم لأنه الموج كتير قوي. من هون للصبح بيهدى البحر. وبعدين لا تخاف، هاي سواقتها أسهل من السيارة. طمني حبيبتي. ما بعرف، بس أنا كتير خايف. بعرف، حاسس. هلأ ما بدي شي يشغل بالك غير أنك توصلي على الجزيرة. المهم تطولي بالك وتعطيني وقت. سوزان، وين رحتي؟ سوزان وينك؟ سوزان، سوزان، يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.